برانديفو اليوم نور سكاكيني رئيسة روتراكت كلوب صيدا موجودة معنا لتعرفنا أكثر عن روتراكت كلوب بصيدا ونشاطاتهم وعن آخر إيفنت راح يحققوه بهالأسبوعين. أهلا وسهلا فيك. هاي بونجور نور. روتراكت كلوب الأول خلينا نعرف المشاهدين عنه. أنتم ككلوب يعني كصبايا وشباب بعمر 18 لتلاتة. أصغر مش صغيرة. أصغر. نحن إذا بدك جماعة بنكون بيسكلي صبايا وشباب بين 18 و30 سنة تابعين أو برعاية الروتري. روتري هي مؤسسة خدماتية عالمية. هلأ نحن بنشتغل نمبر 1 تنخدم المجتمع اللي نحن فيه. بلبنان في 19 كلوب، 16 منهم كوميونيتي بيست و3 يونيفرسيتي بالإيو يو اس جي و الأيوبي. نور أنتم كشباب وصبايا عندكم أشغالكم وعندكم التزاماتكم، شو اللي بيحفزكم لتكونوا عم تعطوا هالقد من وقتكم وهيدا عمل تطوعي؟ صح، هو أهم شيء أنا كان لازم أقول إنه هو إتس فولنتير بيور لأنه ما بيطلع لنا منه ولا شيء. هلا نحن أكيد بنخدم مجتمعنا وهيدا أحلى إحساس الشاب بحسه خصوصا بهالعمر، بحس حاله عمل شيء وخدم المجتمع اللي هو عايش فيه. لانه ما بتعرفي كل مجتمع بحاجه لقصص ومش مين ما كان عم يقدر يقدمها، فصبايا وشباب بحسوا حالهم انتجوا شيء كثير مهم. نحن لما نخدم المجتمع اهم شيء بتحسي انه فرحتي غيرك، فرحتي حالك، احساس الساتسفاكشن اللي بتاخذيه كثير حلو، وبلس تعملي اصحاب كثير، يعني بصير عندنا فلوشيبس كثير مع الكلوبز اللي نحن فيهم بصيدا ومع كلوبات ثانيه بكل لبنان. والاستفادة بترجع لك كمان، يعني في خبرة اللي أنا عم تاخديها، في خبرة ما رح تاخديها حتى يمكن بمجال عملك يكون مختلف وما رح تاخدي هالخبرة بالتحديد. مزبوط. فإذا نشاطاتكم شو بتكونوا، كيف لقاءاتكم عبر السنة؟ هلا نحن بنجتمع أنا ويكلي بيسز بصيدا كل سبت، بنجتمع مرة وبتناقش بالافكار، بنشوف شو عندنا مشاريع. عندنا هيد اوف كوميونيتي سيرفيس هو بقول لنا انا حاسس في هالمدرسه اما هالجمعيه بحاجه لمساعده، ليه ما بنساعدها؟ بندرس الموضوع وعلى اساسها بنعمل ايفنت بنحضر له، طلع مصاري تنعطيهم اياهم لهالجمعيه. بتبلشوا بالحاجه. صح، هلا هون في صور للميتينغز اللي بنعملهم انا ويكلي بيسز. أنا كي لازم أقول نحن ما مبلشين صرنا كتير، بس إذا بدك شهرين النادي صار له من الـ94، بس نحن كتيم بلشنا عن جديد، يعني كلنا جديد. بيكون عم نتناقش بالأفكار، منطلع أفكار جديدة وبنرجع منبلش ننفذ. يعني بلشنا نحن إذا بدك أول أكتوبر أو آخر سبتمبر كنا عملنا مشروع كتير صغير اللي هو بيك سيل بالمدارس. فتنا على مدرستين بصيدا، مدارس خاصة، وبعنا كيكس واشتروا الاولاد. هلا الاولاد طبعا كانوا عم نعمل لهم اويرنس انه انتم عم تشتروا هالكيك لانه عم بتساعدوا اطفال تانية اقل حظا منكم. على كل حال البيك سيل من احلى الاوقات عند الشباب والصبايا كثير، يعني نحن كل الكيكس نحن عملناهم يعني ببيوتنا، فكرته والهدف منه يعني كله على بعضه اكتيفيتي للاولاد. مزبوط، وفكره كثير حلوه لانه بحسوا حالهم هن كمان عم يعملوا شيء، يعني حسوا انه هن مش بس عم ياكلوا عم يتبرعوا لاولاد، يعني ظروفهم كانت اصعب منهم. هلا هالمشروع كان اذا بدك عن نطاق صغير لانه نحن عم هلا مشروعنا هو المدارس، عم نساعد المدارس للتلاميذ اللي ما كثير محظوظين بهالحياه وظروفهم صعبه. فبلشنا بمدرسه للايتام بصيدا، هي اول مدرسه عم ندعمها بس ما حنوقف عندها، يعني طبعا حنكفي اكثر. نحن هون وين؟ هدول صور البيك سيل بال اوكي البيك سيل. اوكي هلا المشروع هذا كان صغير، يعني اوكي بيك سيل بس ما بيطلع ربح بكفي تنقدر نخدم المدرسه. سو عم نشتغل انه نعمل افون بريمير. هلا افون بريمير طبعا حيكون عن نطاق اوسع لانه حيكون عن نطاق كل لبنان، بينما البيك سيل كان بمدرستين بصيدا وكانت العدد طبعا بس طلاب، يعني محصور بطلاب المدارس. سو هلا الافون بريمير رح يكون رح يروح يراعيه كله لمدرسه اجيال صيدا. هالمدرسه بتعتني بايتام صيدا اللي هن تابعين لدار رعايه اليتيم. رح نشوف نحن اجواء يعني كل حال من المدرسه، مدرسه اجيال صيدا اللي رح يروح رايع. فاذا الافون بريمير يلي رح يكون ايمتى؟ بنوفمبر 19 ب 19 يعني اربعة الجاي وهي 7:30 بابيسي اشرفيه جراند سينماز. اوكي هلا المدرسه بحاجه لكثير اشياء لانه هي بس مش بس بتضم الايتام يلي هن تابعين لدار رعايه اليتيم، بينما كمان اطفال كانوا بالشوارع، كانوا اطفال ما عندهم حدا يلمهم. يعني جمعت قد ما فيها المدرسه من هال
الاولاد وحطيتهم بهالمدرسه. وطبعا قد ما بيجيها دعم بس بضل ما بيكفي، لانه قد ما فينا بدنا نجرب نحن نضم عدد اكثر من هالاولاد للمدارس ونخفف بقى نشوفهم بالطرقات يعني. هيدي الافون بريمير لفيلم هانجر جيمز سموكينج جيمز الجديد صح؟ هو اتس سيريز 3 بارت 1، لانه مثل ما بتعرفوا في هانجر جيمز 1 و 2، ذس سيريز 3 بارت 1. فاذا ب 19 شهر اي ساعه؟ على 7:30 بقبسه اشرفيه. مدرسه اجيال يلي مثل ما عم بتقولي بتضم ايتام، بتضم اشخاص عندهم ظروف صعبه، شباب وصبايا صغار، فاذا الهدف ما راح يكون عندها بس هو التعليم، في صعوبه كمان بالحياه الاجتماعيه اللي بتاثر على التعليم كثير. يعني هي حتى بس فتحت المدرسه كان عندهم كثير اشكال، انه التلاميذ لما عم تجي ما بتعرف شو يعني مدرسة، ما بتعرف ليه نحن بدنا نوعى بكير ونروح، ما بتعرف انه انا لازم اوقف بالصف قبل ما اطلع على الكلاس تبعي، ما بتعرف انه انا المعلمة لازم احترمها وما لازم اضربها، اما الاصحاب اللي معي هن رفقاتي منهم اعداء لإلي، كانوا يعتبروا المدرسة اعداء يعني، ما كانوا يحسوا انه شيء رايحين ينبسطوا. حبس اكزاكتلي، ما كانوا في كثير اشياء باللايف ستايلز ما كانوا يعرفوا يتصرفوا فيها، ما عم يفهموا ليش بدي اروح. اكزاكتلي، هلا مع الوقت صرنا شيء شغلوا منيح لقدروا يوصلوا لهون. في عندنا تلاميذ مثل ما عم نشوف عندهم difficulties in learning، عندهم هن صعوبات تعلميه، يمكن عندهم حتى صعوبات ما بعرف بيولوجيه حتى كتير. صح، هلا او نفسيه طبعا، وفي نفسيه لانه بيكونوا جايين من باك جراوند شوي صعب، فبيكونوا يعني عندهم مشاكل، فالمعلمات مش بس بدهم يعالجوا هالمشاكل كمان بدهم يعلمون بنفس الوقت. سو في كثير اكتيفيتيز بيعملوا لهم اياهم. نحن دورنا هون لانه المدرسه كانت شوي بلشت قلعت يعني، نحن دورنا نساعدهم نجيب بروجرامات للليرنينج ديفيكولتيز في ديبارتمنت خصوصي لهم، بدنا نجيب لهم بروجرام للجريد 1 2 اند 3. هذا البروجرام بيغطي السنه كلها بكل اللانجويجز، وبصيروا التلاميذ يعني المعلمات بيمشوا عليه والتلاميذ بي فولو اب معهم وبيتعلموا السنه. وطبعا بدنا نزودهم باشياء اكثر educational بوكس، ستوريز، جيمز، كل شيء تقدروا ينموا هالقدرات اللي عندهم. لأن مثل ما بنعرف لما بيكون في قسم خاص بالأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية بيكون في طبعا كل شيء خاص يعني. صح. الاختصاصيين أول شيء موجودين، دكاترة نفسية، مناهج مختلفة، وطبعا في معدات مختلفة أكيد مطلوبة. وبدل بدهم طلبات يعني، المدرسة كبيرة فيها حوالي 750 طالب، مش مدرسة صغيرة، وهي بس من نيرسري للسادس يعني ما فيها الكبار كتير، سو بكونوا كثير بحاجه ل انتم كشباب وصبايا صيدا اللي عايشين ببيروت يعني واشغالكم ببيروت او بغير مناطق كمان، ولكنكم بعاد عن صيدا، مصرين ترجعوا بالويك اند على صيدا لحتى يعني نحن بننطر مناطر نرجع، او حتى بنشمع نهار سبت، عاده العالم سبت بركي بتظهر وبتعمل مشاريع، بس نحن بنخص الساعه من وقتنا السبت تنجتمع ونتفق على كل التفاصيل، لانه كل جمعه بيكون في شيء جديد، مشروع جديد، اما تحضير رح يلا شيء يعني. سو اكيد شغله كثير مهمه. فاذا بنرجع بنذكر بالافون بريمير اللي رح تكون ب 19 شهر نهار الاربعاء اللي جاي ب ابي سي اشرفيه صحيح. اي ساعه قلنا؟ 7:30. 7:30 الكل بيقدروا طبعا يعني يشتروا تيكتس ويفوتوا. اذا كانوا بالعالم في بي جي ريتد الفيلم؟ لا مش ريتد. مش ريتد. هلا اذا بحبوا في نحن عندنا في رقم رح يطلع على الشاشه بنحط بيتصلوا فيه، وهالرقم بيقدر طبعا يتفقوا معهم كرمال التيكتس، اما اون ذا سبوت بس بركي اذا بيحكونا تنحجز التيكتس المطلوبه. وكمان اذا بحبوا يعملوا فولو لايك لاور بيجز على فيسبوك وانستغرام، هيك بيتعرفوا اكثر على الاكتيفيتيز اللي بنعملها وبيكونوا مور اوير على نحن ككلوب ونشاطاتنا المختلفه طبعا. وبيعرفوا الايفنتس اللي شاركوا فيها اكيد وين شو انتجت طبعا. اكيد هيدا شغله كثير مهمه. فاذا هيدا الايفنت ب 19 الشهر. اما اهلا وسهلا فيك نور سكيني رئيسه روتراكت كلوب صيدا، وتحيه لكل الاعضاء كمان بروتراكت كلوب صيدا. هلا نحن في غير ايفنتس كمان ببيروت بلبنان رح نشوفهم سوا قبل ما نتوقف ونرجع نتابع مع التيستينج.